أنا أبدع. مستمعي إذاعة الحياة الأفام، مرحبا بكم في حلقة من برنامجكم الأسبوعي برنامج الأطفال أنا أبدع. الإبداعات في هذه الحلقة تجينا اليوم من المدرسة الابتدائية الصحابي 4 بالقيروان. عنا زوز ضيوف، زوز نوارات في الأستوديو معنا، حمزة وغفران. عسلامة حمزة. عسلامة. أنا حمزة الشرميتي، عمري 11 سنة، سنة سادسة ابتدائي من مدرسة صحابي 4. مرحبا بك حمزة. معانا غفران. عسلامة يا غفران. عسلامة، اسمي غفران الخليفي، عمري 11 سنة، أدرس في مدرسة صحابي 4 بالقيروان. اليوم برنامجنا في الإبداعات، إبداعات الطفولة. عنا فقرة في الموسيقى، فقرة في العزف على آلة البيانو يقدمها لنا حمزة، وعنا أيضا مهارة أخرى، إبداع كبير في مجال ترتيل القرآن الكريم تقدمها لنا غفران. البداية مع غفران في تلاوة، تفضل غفران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. شكرا شكرا غفران، ما شاء الله. إذا غفران حدثيني على تجربة إذا تعلم الترتيل، فين تعلمت وقديش وقت عديت؟ تفضل. فين تعلمتي؟ في كتاب المختار عند مدام إمنا كرعاية. أي؟ في الحي هذا ولا في مدرسة ولا في ما يعني؟ في الجامعة. في الجامعة. عايبي قديش عندك وانت تتعلم ترتيل القرآن الكريم؟ قديش عديت وقت؟ عام عامين؟ ما نعرفش بالضبط، عام ناول ظاهر. عام ناول معناها المدة، ما شاء الله تبارك الله. وتحفظ القرآن قديش حافظته؟ 9 أحزاب. ما شاء الله، موفقة موفقة ورائع جدا. أكيد إذا ترتيل القرآن الكريم يعلمك مخارج الحروف ويعلمك وينعكس هذا، تستفيد منه في دراستك وتستفيد منه في حياتك. موفقة إذا كانت معكم غفران في ترتيل آيات من الذكر الحكيم. نمشي مع حمزة. حمزة عسلامة مرة أخرى يا حمزة. عسلامة. حمزة أنت اليوم جيتنا في إبداع في على آلة البيانو، أليس كذلك؟ أي. فين تعلمت حمزة البيانو؟ في مدرسة دندنة. مدرسة دندنة، تحية على كل حال لكل المؤسسات التي تعلم فن الموسيقى والعزف على الآلات في القيروان في مختلف مدن الجمهورية. أي شكون أستاذك اللي علمك؟ سي قيس. سي قيس، قيس بن؟ قيس بن سلامة؟ يظهر لي هكا. هاي سي قيس، على كل حال تحية لسي قيس، تحية إلى كل المربين. شنو المعزوفة اللي باش تقدمها لنا اليوم؟ فريرو جاكو. هاي تفضل سيدي. هاي تفضل. لحظة. جدا ممتاز، رائع ما قدمته هو. اذا تبارك الله، قداش عندك تجربتك هكا؟ سي سيف عمل لك ميكساج في الصوره، ظهرت وانت وجهك وظهرت الاله، يعطيك الصحه سيف. اذا قل لي قداش عندك تتعلم في آلة البيانو؟ اقرب شويه وفاصلك. اي عام عامين عامله ولا مش معنا؟ عندي معناتها مده. اه به برشا. وعلاش اخترت الاله هذه؟ تعجبك الاله؟
معناتها نحس معناتها هي فاش نبدا معناتها. باهي انت تعلم الموسيقى في الكونسيرفاتوار، وكي تروح للدار اني الاوقات اللي تعزف فيها تمارس فيها هواية العزف؟ كي معناتها اقرب في شوية الليل اقرب شوية قبل ما نرقد قبل ما ترقد. نلقى شوية هاي فضاء باهي معناتها هكا حاجة وحويجة، منها تطور المهارة نتاعك ومنها تزيد باش يجيك النوم. الموسيقى ما تعرف الموسيقى معناها حاجة مزيانة، حاجة معناها تفرهد الأعصاب وتهيئ يعطيك الصحة. عندك معزوفة واحدة ولا عندك معزوفات أخرين؟ عندي معزوفات أخرين. آه باهي باهي باهي. شاركتش مرة في تظاهرة هكا عزفتش في حفل مدرسي ولا في مناسبة؟ ها؟ أما لازم تواسي عز الدين ينظم لنا حفلة وتعزف فيها. مالا شنو هكا عنا عازف، أنا عنا عازف البيانو في الحفل المدرسي باش نعزف إن شاء الله. هيا توا في ختام هذه الحصة نقول لكم يعطيكم الصحة، برافو، شكرا غفران حمزة يعطيك الصحة. مش نعطيكم فسحة باش تقولوا كلمة لشكون شكون تحبوا تشكروا، شكون تحبوا تحيوا على أمواج إذاعة الحياة فهم في إطار الاعتراف بالجميل. تفضل حمزة. نقدم شكري للمعلمين الكل اللي قريت عندهم. اه ممتاز. ايه ولعائلتي وكل حد. ممتاز جدا غفران. نقدم شكر لعائلتي ولستي هادية اللي هي وسي عز الدين اللي جابونا لهنا، ونشكر معلماتي الكل اللي قريوا فيا، ونشكركم انتم التقنيين اللي معناها قد اللي امنوا لكم البرنامج. اي ونشكرك انت سي عبد المجيد. العفو العفو. والناس الكل. وانا نشكرك، نشكر حضورك المزيان اليوم. ما تعرف في بالك حدث حلو برشا انك انت جيتي ضيفه حذانا، نورتي الاذاعه، نورتي استوديو اذاعه الحياه فام وبرنامج انا ابدع، وان شاء الله في فرص اخرى. واصلوا العنايه بتطوير مواهبكم، وعندكم على امواج اذاعه الحياه فهم منبر لابراز هذه الابداعات. مستمعينا الكرام، وصلنا الى نهايه هذه الحصه الرائعه. تحيه لمن امن هذه الحصه، محمد سيف العريس وام ابو خيت، مخاطبكم عبد المجيد فرحات على ميكرو اذاعه الحياه من القيروان. الى اللقاء، باي باي. أنا أبدأ.